مساء الخير وأحييكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ساعة في الاقتصاد. سوف نناقش في هذه الحلقة مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية تفتحها المملكة أمام الاستثمارات العالمية من خلال نوافذ تسويقية جديدة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع دعني أرحب بأبي ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الله الفوزان المستشار الاقتصادي. وقبل أن نبدأ ونناقش حلقتنا مع ضيفنا دعونا ننتقل أنا وضيفي الكريم وأيضا مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير. نوافذ تسويقية جديدة تفتتحها المملكة أمام الاستثمارات العالمية من خلال مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية. وتمثل هذه المكاتب التي تسعى المملكة لزيادة عددها نقطة انطلاق وبوابة استثمار أولى للدول العالمية الراغبة في تعزيز مستويات استثمارها الخارجي. كما تمثل مكاتب الاتصال أداة قياس تراقب القدرة التنافسية للمملكة في جذب الاستثمارات مع ما تجده من دعم حكومي من خلال الأنظمة والتشريعات والإعفاءات وتأسيس صناديق الاستثمار. وتأتي هذه المكاتب كداعم للمنتجات الاقتصادية الحديثة للدولة مثل صندوق رأس المال الجريء وصندوق السيادي المعاد هيكلته في وقت تستهدف رؤية المملكة تحقيق مستويات قياسية في جذب الاستثمارات العالمية. ومن المنتظر أن تدعم الهيئة العامة للاستثمار مكاتب الاتصال من خلال تكوين فرق عمل استشارية تساهم في شرح حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. أحييكم من جديد مشاهدينا وسوف أبدأ مع ضيفي أستاذ عبد الله الفوزان. بالتالي لماذا اتخذت المملكة خطوة فتح مكتب اتصال اقتصادية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أولى الخطوات المهمة في جذب الاستثمارات تنطلق من التعريف بالبلد والتعريف بمقدرات البلد والفرص المتاحة في البلد وكذلك رفع الوعي الاستثماري لدى الراغبين بالاستثمار في المملكة من ناحية وجود الإعفاءات من ناحية نوعية الأنظمة واللوائح المتاحة وإضافة لذلك إلى نوعية الفرص المتاحة وبالتالي توحيد الجهود لأن أحيانا يصادف المستثمر الأجنبي عند دخوله في بلد معين قد يصادف تضارب معلومات عدم وضوح ولكن في حالة وجودها من خلال تلك المكاتب وضم هذه المكاتب عدد المستشارين المتخصصين وتوحيد الرؤية فيها وبالتالي السعي إلى جلب مثلها أو إلى الجاهزية الكاملة للإفادة والإجابة على كل استفسارات المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المملكة. هناك الكثير من المستثمرين الأجانب ينظرون إلى المملكة لأنها فرص دولة يعني فيها فرص مواتية للاستثمار معتمدين في ذلك. كانت سابقا يعني شو كيف يعني يستطيعون الحصول على أي الحصول على يعني عن الفرص المتاحة في المملكة؟ كيف كانت الطريقة المتبعة سابقا؟ طبعا هو سابقا يعني إذا قريب كانت من ناحية الهيئة العامة للاستثمار لكن الممارس فعليا في السوق له علاقات رجال الأعمال المحليين بعلاقاتهم برجال الأعمال في خارج البلد وقدرتهم على 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 كل رجل أعمال أو كل جهة معينة مستثمرة في المملكة قدرتها في جذب شركة أجنبية وإقناعها من ناحية الفرصة في المملكة ولكن المطلب الآن اللي هو القدرة في أحيانا حتى هذه المكاتب ليس بالضرورة أن تنتظر أن يأتيك أحد في هناك ما يعرف اللي هو الرحلات أو الرود شو أو الجهات تقوم أكثر من فريق عمل بـ 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 بزيارة أكثر من مكان بالتنسيق مع سفارات المملكة في دول معينة ولقاء عدد كبير من رجال الأعمال وتوضيح لهم الفرص في أماكنهم ومثلا من الفرص المتاحة مثلا أن المدن الصناعية متاحة وأن الأراضي متاحة بأجار رمزي ريال للمتر المربع بأن الصندوق الصناعي جاهز للتمويل بدون فائدة ولفترة سداد على مدى 15 سنة في حالة في فرص صناعية وقيمة مضافة بالحقيقة لدينا مكونات جدا كبيرة ولكن نحتاج إلى
يعني جذب صناعة أو ما يعرف بالنوهاو أو القدرة الفنية للمملكة. يعني هي المكاتب قادرة على التنقل كما ذكرت قبل قليل أنه تنتقل إلى مثلا إلى البلد لتعرف على فرص الاستثمار، ويعني ليست فقط محصورة تواجدها في المملكة. يعني بالتأكيد هي ليست مجرد هذا يفترض في هيكلها الرئيسي، ليست مجرد سؤال وإجابة أو انتظار أن يأتي أحد هذا، لكن الوصول إلى كما تعرف أحيانا هناك صناديق سيادية في العالم وصناديق حكومية ترغب بالاستثمار وتوزيع استثماراتها، من الممكن أن تكون مثل هذه الصناديق أيضا لها نصيب وافر من الترويج والتسويق لها. أنا أضف إلى ذلك أنه يفترض أيضا أن يتم التنسيق أيضا مع رجال الأعمال ومع العاملين في القطاع الخاص في مدى احتياجاتهم. هناك كثير من رجال الأعمال لديهم الرغبة بالاستثمار في قطاع معين أو في صناعة معينة، ولكن ينقصهم المعرفة أو الشريك الفني الذي يستطيع أن يجذب التقنية إلى المملكة. بالحقيقة أن الكثير من رجال الأعمال المستثمرين الأجانب يشعرون بالراحة بالحديث أو بالمصداقية بأن جهة حكومية تجيب على استفساراتهم، وأكثر من جهة أو قطاع خاص أو رجل أعمال يجيب على استفساراتهم. نتيجة المصداقية من قبل الجهات الحكومية. بالتأكيد يعني لأن عندما وهذا محفز، أحيانا رجل أعمال يبحث أن تدعمه الحكومة من خلال وجود هذه المكاتب في تحفيز الطرف الآخر أو الآخرين بالدخول والاستثمار في المملكة. ليس بالضرورة أن كل أو في وجهة نظري أن غالبية الاستثمارات الأجنبية الموجودة في أي بلد في العالم لا تحرص أن تكون لديها ملكية كاملة 100%، ترغب بشراكة مع القطاع الخاص لأنها تعرف أن القطاع الخاص أو اللوكل أو المحلي، الشريك المحلي لديه قدرة كبيرة جدا في معرفة الأنظمة وفي معرفة التعقيدات العمل داخل كل دولة. أنا من وجهة نظري أن هذه خطوة جدا موفقة وخطوة في الاتجاه الصحيح، تحتاج إلى ضم عقول مالية، عقول استثمارية، عقول تسويقية في القدرة في جذبها، تحتاج إلى أن 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 فعلا ما يتحدث عنها أنه فعلا موجود. تحتاج إلى أن آلية أن أيضا يكون في المملكة نماذج كثيرة جدا ناجحة، تحتاج أن تكون من ضمن الجزء التسويق بأن هذا النموذج حضر المملكة في عام كذا وتضاعفت الاستثمارات حتى وصل كذا، والتوضيح بأنه تاريخيا أن المملكة ليست حديثة عهد بجذب استثمارات أجنبية. المملكة منذ تاريخها وهي تستقطب شركات خاصة في صناعة البتروكيماويات وصناعة النفط والصناعات التحويلية المرتبطة فيها، هي ترتبط الشركات عالمية كبيرة، وبالتالي يفترض أيضا أن تستخدم من ضمن نقاط الجذب هذه النماذج الناجحة. طيب ما الفرق بين مكاتب الاتصال ومنافذ الخدمة الشاملة لهيئة الاستثمار؟ طبعا المكاتب الاتصال، طبعا أنت لما تكون بعملية التواصل والاتصال بجهات مثلا في الأسبوع الحالي هناك وفد كبير من رجال الأعمال الهنود يقوم بزيارة بالمملكة، وبناء على دعوة على ما أعتقد من رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى أو المجلس الاقتصادي والتنمية، وأعتقد أنهم أيضا كانوا لهم رغبة كبيرة جدا في الاستثمار في قطاع البتروكيماويات، ورتب لهم جدول جميل جدا وزيارات لنماذج ناجحة، وبالتالي بينما أنه المنافذ التسويقية تعرف أن في كل سفارة في المملكة هذه جزء من الاهتمام يفترض أن يكون أيضا تعتبر منفذ أيضا لديها ملحق اقتصادي، والملحق الاقتصادي يجب أن يكون يعني صدقا يجب بما أننا نسعى إلى التطوير بشكل كبير يجب أيضا أن يعاد تأهيل الأشخاص الذين يقفون أو يجلسون في هذه المناصب، وأن هذا منصب ليس شرفي، المنصب متطلب منك كثير من الأمور، يعني ليس فقط
إنهاء مشكلة اقتصادية ومشكلة مالية بين رجل أعمال هناك، وإلى ذلك يجب أن تعمل. هناك دول لا أريد أذكرها بالاسم، الملاحق الاقتصادية فيها في سفاراتها تعمل ليل نهار في كل مكان في أي في البلد التي لجذب استثمارات إلى دولها إلى دولها. أنا لكن شو الفرق بين مكاتب اتصال مناف، يعني آلية عمل المكاتب شو، ما هو يعني اللي إذا تمت المقارنة مع الملحق مع منافذ الخدمة، يعني ما هو الفرق ولا ليس لا يوجد فرق؟ لا يوجد من ناحية كتنظيميا هناك فرق، لكن من ناحية المطلب هو بالنهاية كمستثمر يحتاج إلى الجهتين. هناك منافذ أحيانا منافذ تسويقية إلكترونية لا يحتاج، بأن مجرد أن تدخل على الموقع الهيئة العامة للاستثمار تجد كل يعني غالبية استفسارات التي تحتاجها. لكن المنافذ دائما تعتبر من ناحية أنك يتم التعاقد مع جهات قد لا تكون حكومية، جهات خاصة في دول معينة للتسويق لفرص استثمارية في المملكة، وهذه أيضا جزء يعني منفذ كبير جدا. أحيانا هناك شركات مالية وجهات معينة في العالم، هذه صناعتها التسويق لبلد معين، التسويق لصناعة معينة، التسويق لمشروع معين، لها قدرة ولها أكسس ووصول إلى أصحاب رؤوس الأموال لها. يعني أنا تعلمت من خبرتي في قطاع الاستثمار إلى أن الفرصة تكون أكثر جاذبية لأي مستثمر عندما يقوم بتسويقها جهة وسيطة أكثر من صاحب الفرصة، لأن بالتأكيد صاحب الفرصة أولا لن يتخلى عن الأمور العاطفية التي ترتبط بهذه الفرصة، وأنه بالتأكيد سيمتدح هذه الفرصة، ولكن في حالة وجود جهة مختصة شركة مالية جهة معينة تكون تعمل لتسويق فرصة معينة، فإنها دائما تحاول أن تعرض الفرصة بمزاياها وبسلبياتها، وبالتالي المتلقي كمستثمر عندما يتعاطى مع الجهة الوسيطة يجد أن لديه ارتياح كبير جدا في حتى في طرح الأسئلة، حتى في توجيه يعني بعض الأشياء. يعني لا يمكن تأتي مثلا وتنتقد صاحب الفرصة في فرصته وتحاول أن تضعف فرصته، بينما هو بالنهاية سؤال عادي لهذا. لكن من خلال الجهات التي تقوم بـ 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 بالتسويق عبر منافذ خاصة فيها، أعتقد أن هذا يعني خطوة أيضا في الاتجاه الصحيح، وسيكون له فاعلية أكثر في جذب الاستثمار إذا أحكمت الأمور من ناحية جذب عقول بشرية. نعم، خلق فرص ناجحة. الفرص موجودة، والجهات هذه قد لا يكون هدفها خلق الفرص، هي قد يكون هدفها هو تسويق هذه الفرص. خلق الفرص تأتي دائما من 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 الحاجة، من رغبة الجهة الأخرى بالاستثمار. أي المعضلة يمكن التي أيضا يحتاجها، وهذه يجب أن تكون لدى تلك، لن تكون مجدية ما لم يكن لديهم أيضا إحصائية دقيقة لكل شيء موجود في البلد. بمعنى لما تأتي شركة وترغب بالاستثمار مثلا في صناعة الورق مثلا، نعم، يجب أن يكون الجهة التي تسوق شيئا مثل هذا أن يكون لديها صناعة، كم عدد الاستهلاك الموجود، كم المستورد، كم الذي تم تصديره. يعني تحتاج هذه أرقام وأحصائيات، يجب أن يكون هناك معلومات كافية بالتأكيد في مكاتب الاتصال الاقتصادية. بالتأكيد قد تكون، نعم، هذه من ناحية موجودة لدى وزارة التخطيط، وزارات معينة، جهات معينة، ولكن المعلومة هي أساس النجاح في أو هي أساس أو هي المحور الرئيسي لأي مستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري سلبا أو إيجابا. يعني سيكون تنسيق أكبر مع الجهات الحكومية لدعم تلك البيانات والأرقام. بالتأكيد، لأن تلك المكاتب أو عمليات التسويق أساسا لأي فرصة أو التسويق للبلد نفسها، يجب أن يكون الشخص أو الجهة جاهز للإجابة على أي استفسار. مثلا لما يكون محد الاستفسارات، يعني أكثر من الأشياء التي قد أحيانا يحتاجون بعض الصناعات الضخمة أو القيمة المضافة في البلد، يحتاجون إلى أحيانا ضمانات معينة. بمعنى أن سنستثمر في هذا البلد، ولكن نضمن نحتاج إلى أن مثلا ضمان بأن مثلا أن الإعفاء هذا يستمر عدد من السنوات، أن نضمن بأن الضريبة الموجودة لن تتغير. هناك تخوف، يعني هناك دول تمنح تضع ضريبة ولكن تثبتها في حالة وجود مشروع ضخم وقيمة مضافة في البلد مع الجهة التي ترغب. مثلا لو دخلنا في موضوع صناعة السيارات،
الموقع الجغرافي للمملكة وال والأدواء وال يسمونه الرو ماتيريال المواد الخام وما يرتبط بذلك. أعتقد أنه مكان مناسب والتمويل الموجود مكان مناسب لاستقطاب مثل هذه الصناعة، ولكن هذه الصناعة تحتاج إلى بعض التشجيع وبعض التحفيزات مقابل مثلا أن وضع شروط بأن يكون نسبة التوطين فيها أو الاستحواذ فيها ألا تقل عن 70%، وبالتالي تجد أنك في النهاية جذبت استثمار، جذبت أموال لرفعت حجم الناتج المحلي للبلد، وجذبت صناعة وخفضت معدل نسبة أو نسبة العاطلين عن العمل. طيب هل تحتاج هذه المكاتب إلى آلية عمل محددة تنسجم مع رؤية المملكة؟ بالتأكيد، يفترض أن هذه المكاتب أن يكون لها لوائح تنفيذية، لوائح لتنفيذ أعمالها، ولكن هذه اللوائح كما أعيد وأذكر بأن هذه اللوائح وهذه التنفيذية تكون لا شيء ما لم يكن فريق العمل فريق مؤهل، فريق جاهز، معروف ويعرف ما هو المضبوط منه، يتم تطعيمه بعقول من القطاع الخاص العارفين بتفاصيل العمل هذا. يتم أيضا يكون صدقا يجب أن يكون تلك المكاتب أيضا مفروزة وفق قطاعات معينة، فلا يمكن الشخص يكون مطلع للاستثمار في قطاع البتروكيماويات هو نفس الشخص مطلع في قطاع آخر أو في يعني قطاع مكاتب النقل. الاتصال يجب أن تكون متنوعة، يجب أن تكون تحوي بداخلها يعني كل مكتب له اختصاص أو نفس المكتب له عدة اختصاصات يعني بالتأكيد، لأن أحيانا البعض خاصة عندما تستقطب الجهات التي تملك خبرة فنية ستكون أسئلتها فنية، ولكن عندما تستقطب جهات مثل الصناديق السيادية فإن أسئلتها مالية بالدرجة الأولى عن الفرصة وعن عوائدها، وبالتالي في كل حاجة تحتاج إلى عقل ليجيب. ويؤكد لهذا الأمر أن بعض الصناديق السيادية أو منها صندوق السيادة في المملكة اتجهت أيضا إلى الاستثمار في قطاع التقنية، وهو قطاع صحيح عوائده عالية جدا لكن قطاع أيضا مخاطرها عالية جدا. وهذا يثبت على أن حجم أو العقلية التي بدأت تسود في كثير من الصناديق السيادية في العالم أن توزيع المحفظة يجب أن لا تكون متخصصة في غالبية الصناديق السيادية متخصصة في الاستثمار في سندات وفي أسهم وفي عقار، بينما لم تتجه إلى قطاعات مهمة. أنا أعتقد أن مثل هذه المكاتب لو وجدت أن بيدها كثير من مشاريع التي تعرف بالبي أو تي أو مشاريع البناء والتشييد ثم التحويل، لو كانت بيدها عدد كبير من هذه المشاريع لاستطاعت وفي فترة وجيزة من تسويقها حول العالم ودخول أكثر من شركة للمنافسة عليها، وهذا أعتقد أنه من المشاريع التي يجب أن تسعى الدولة أو الحكومة في تأصيلها داخل الاقتصاد، لأنها ستخفف عبء كبير جدا على مصاريف الميزانية الحكومية. كما نعرف أن مثلا دولة مثل كوريا الجنوبية أكثر من 85% من مشاريعها تعتبر مشاريع بي أو تي، يعني الحكومة لا تبني شيء وقد تضع الأرض ويتم تنفيذ المشروع، سواء مطارات سواء كهرباء سواء نقل سواء ما إلى ذلك. بمعنى ما الذي يمنع أن تقوم الحكومة مثلا في جدة بطرح مشروع النقل العام والمترو، مشروع بي أو تي وللقطاع الخاص ودون أن تنفق الدولة ريال واحد فيه؟ وبلا شك أن هذا واستغلال الأموال اللي كان يجب أن تصرف على هذا المشروع إلى دعم الصندوق السيادي ودعم استثمارات الأجيال. هناك الكثير من الأشياء وأغلب الطرق وأغلب المشاريع البي أو تي هي التي تكون الفرص الذهبية التي يسعى إليها المستثمرون الأجانب. طيب إذا تحدثنا عن العدد المناسب من مكاتب الاتصال المنتظرة، أماكن تواجدها، ما هو العدد المناسب برأيك وأين يجب أن تتمركز؟ الحقيقة أن العدد أنا ذكرت في يجب أن نرهق أنفسنا بمصاريف إضافية. يفترض أن نفعل الملحقيات الاقتصادية الموجودة في كل سفارات المملكة، ويجب أن هذه الملحقيات أن يتم يكون بينها صحيح أنها تتبع وزارة كملحقية أو في كإجراء بأنها وزارة الخارجية أو أي سفارة تتبع لوزارة الخارجية، ولكن يجب أن يمنح الكثير من الاستقلالية لهذه الملاحق
أو الملحق الاقتصادي في أي، تجد أن هناك ملحق اقتصادي، ملحق عسكري، ملحق ثقافي في كل سفارة. لكن عملية تفعيل هذه الملحقيات في 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 سفارات المملكة، أعتقد أن المملكة من الدول الكثيرة في أو القليلة في العالم التي تمتلك سفارات حول العالم في كل مكان. أيضا في بعض الدول تمتلك ليس سفارة بل أكثر من قنصلية في تلك الدول، وبالتالي تشغيل هذه الملحقيات فيها الكثير من لأن الملحقيات تكون أكثر معرفة بتلك الدول، تطعيمها بعقول مباشرة من الهيئة العامة للاستثمار والدخول فيها، وجعل وضع استثناء معين بأن يكون لها ارتباط من بطريقة أو بأخرى مع الملحقية أو مع الهيئة العامة للاستثمار. أنا أعتقد بأن ذلك يجعل أن الوصول، لأنك لا يمكن العدد، لا يمكن تحدده أكيد، إذا كان العدد كبير هي القدرة في فعالية العدد، قد يكون جهة واحدة. أنا بحيث تعلمت في الاستثمار أن تعمل على 100 فرصة وأن تنجح معك فرصتين أو ثلاث يعتبر إنجاز كبير، نسبة كبيرة. هذه الملحقيات وهذه المكاتب متى ما سعت وقابلت أكثر من 1000 عميل أو 5000 عميل ونجح مع 10 أو 15 عميل اعتبرها نسبة جدا ممتازة في 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 مقاييس الاستقطاب والتسويق في جذب الاستثمارات. لهذا المهم أن يكون هناك منظومة كاملة، ولا يمكن، ولا أعتقد أنه يعني قد يكون هناك مشاريع معينة، مثلا مدن اقتصادية، مثلا مدينة اقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ممكن يكون لها فريق متخصص يقوم بتسويق لها حول العالم بالذهاب أكثر من بلد ويشرح هذه المدينة ومميزاتها، وبالتالي نأخذها كمشروع بمشروع. ولكن بالمجمل التسويق للبلد واستثمر في المملكة واستثمر في السعودية يشترط أن يكون شعار يكتنز أو يرتكز على معطيات وعوامل أعتقد أنها في متناول الجميع. البلد تعتبر جغرافيا من بين أفضل بلاد العالم، البلد تعتبر من ناحية القرب إلى المواد الخام تعتبر أيضا مكان مناسب للمستثمرين، البلد من ناحية التضخم والغلاء تعتبر أسعارها مناسبة والقوى العاملة فيها تعتبر رخيصة بكثير من الدول الصناعية في العالم، البلد من ناحية وجود رؤوس الأموال ووجود حجم التمويل ووجود حجم الدعم الحكومي والفرص المتاحة تعتقد أنها محفزة. كل هذه عوامل وغيرها. إذا تحدثنا، أنت ذكرت يعني أحد الأنشطة الاستثمارية التي يعني تجذب المستثمرين الأجانب، طيب ما هي أنشطة أخرى أيضا يفترض أيضا أن تستقطبها هذه المكاتب، ما هي؟ يعني مثلا عندك مثلا قطاع البنى التحتية، قطاع النقل، قطاع السياحة، الاستثمار وقطاع السياحة أعتقد أنه استثمار جدا مجدي، قطاع مثلا يعني التعدين أيضا يعتبر أيضا من القطاعات الجديدة والمملكة تمتلك خامات هائلة فيها، هناك صناعات أعتقد أنها صناعات تحويلية أيضا، أحيانا في بعض الأشياء وبعض الصناعات هي تعتبر من ضمن، مثلا لما نتكلم عن صناعة السيارات وجود صناعة، يعني هي هو بالنهاية يعني ستخفف العبء في حجم استيراد السيارات، ولكن ليس بالضرورة أن يعني مثلا يفترض، أنا وجهت نظري حتى في جذب الاستثمارات أن تكون مثلا اللي هو مثلا صندوق الاستثمارات العامة أو أي صندوق سعودي أو حتى الحكومة نفسها عند دخولها في أي فرصة استثمارية حول العالم، جزء من فرض السيطرة على أو القرار أن يجب أن عند استثمارك في أي مكان أن تشرط وجودك في عضوية مجلس الإدارة، يكون لك صوت في الجمعية العمومية، يكون لك تأثير في الجهة التي استثمرت فيها، وبالتالي عند وجود لك تأثير في هذه الجهة تستطيع أن تحثها لاحقا على العودة والاستثمار في بلدك. هذا مهم جدا للمملكة، أيضا تعرف أن المملكة أيضا تستثمر وعندها استثماراتها كدولة في مئات المليارات حول العالم، ولكن نريد هذه المليارات أن يكون لها ليس فقط أثر مادي، أيضا لها حضور في مجالس الإدارات، حضور في صناعة القرارات، صنوع في 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 جذب تلك الاستثمارات والتأثير عليها إلى الدخول والعودة إلى المملكة، لأن عادة
بيكون هناك قبول كبير عندما يكون هناك جهة معينة لديها رغبة في استقطاب أموال لرؤوس أموالها يكون لديها. طيب إيش الأرقام؟ ما هي الأرقام المستهدفة المتوقعة من المكاتب في جذب الاستثمارات؟ والله هي أنا ما تحضرني أي رقم ولا يمكن توقع أي رقم، ولكن يفترض أن الاستثمارات التي تجذب في المملكة يعني من وجهة نظري في أنها طبعا لا تقل في أو عن المتاح حاليا، وتكون لديها نمو متزايد في مشاريع ممكن أن تستقطب أحد المشاريع، مثلا مشروع أرامكو مع داو يعني استقطب حوالي 25 أو 50 مليار ريال ومشروع واحد، وبالتالي وجود مشاريع مشابهة لها أيضا يجعل الأرقام تقفز، ولكن الأرقام هي بالنهاية ربما بوجود هذه المكاتب نستطيع أن نحقق يعني أرقام كبيرة في جذب استثمارات أكبر. يعني شوفوا هو المكاتب هذه لا يمكن تعمل شيء ما لم يكن لديها فرص مواتية، ما لم يكن لديها في يدها ما تتحدث عنه، ما يمكن لديها في يدها أنظمة ولوائح وأشياء متاحة وواضحة وغير متغيرة، وأعتقد أن هذه متاحة الآن في صحيح صادق خلال الفترة الماضية عمليات تنظيمات كثيرة ولوائح تنفيذية، وبالتالي ولكن عملية جمعها في 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 بوتقة واحدة وفي إطار واحد بحيث يسهل على المستثمر الأجنبي استقراء هذه الأشياء ويعرف ما له وما عليه. دائما أي مستثمر في العالم يرغب في الدخول في أي بلد فإنه يضع عينه على المخرج قبل أن يضع عينه المدخل، وبالتالي أن عملية سهولة التخارج هذا الذي يجب أن يسمعه أي مستثمر أجنبي يدخل لديك. لا يعني أنه يرغب التخارج، هو حر دخول الأموال وخروجها، ولكن دائما نقتل كثير من الاستثمارات التي تأتي إلينا أو ترغب التي عندما نتغافل موضوع التخارج. التخارج في 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 بأنه بعد سنة أو سنتين ممكن أن تبيع استثماراتك، ممكن تدرج الشركة في سوق طرح عام وما إلى ذلك. لهذا مسألة التخارج هذه نقطة جوهرية من أكبر النقاط التي يجب أن يركز عليها أي مسوق أو يعمل في هذه المكاتب. مكاتب يجب أنه عدم التخارج، يعني هو لا يوجد تخارج، لكن أنه هي محاولة أنه عدم التخارج من تلك الاستثمارات. بالتالي يعني هل تحتاج هذه المكاتب لدعم إضافي من الشركاء الحكوميين من الكفاءات اللازمة الاستثمارية؟ تحتاج دعم حكومي؟ بالتأكيد هي لن تعمل بدون دعم حكومي. الدعم الحكومي يأتيها في 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 القوة التي تمنح لها، في الصلاحيات التي تتحدث عنها، في قدرتها في جلب، أحيانا جلب المعلومة من جهة حكومية أخرى يتطلب وقتا وقد تأتي المعلومة هنا ناقصة. لهذا هذه المكاتب أيضا حالة استقطاب أيضا بعض مثلا لما يستقطب عقول أيضا حتى بندب من صندوق مثلا الصناعي إلى هذه المكاتب، من وزارة التجارة والاستثمار إلى هذه المكاتب، من هيئة السوق المالية إلى هذه المكاتب، يعني أفراد معينين، وبالتالي يكون هناك فرصة لتلاقح العقول في هذه المكاتب وبالتالي الخروج برؤية واضحة وتصور، بدلا من المكاتبات بين تلك الجهات والهيئات، وبالتالي وجود عقول مستقطبة من جهات حكومية إضافة إلى القطاع الخاص سيثري عمل هذه المكاتب بشكل كبير. طيب إذا تحدثنا عن أثر مكاتب الاتصال في دعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. طبعا المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي دائما أو الجهة أو القطاع الذي تسعى الرؤية 2030 إلى تحفيز حجم النمو فيه وخلق الفرص فيه. وجهة نظري بأن هذه المنشآت يعني ما يمكن أنها تأتي بالانطلاق بشكل يعني احنا دائما بيفترض في هذه المكاتب أن تستقطب شركات كبيرة، تستقطب صناعات كبيرة، تستقطب على مستوى كبير، ولكن النزول إلى استقطاب وشراكات مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أعتقد أنه متعب جدا. هذه المكاتب إذا كنا نتحدث عن تحفيز والشركات الصغيرة المتوسطة في المملكة، فأعتقد بأن الآن نحن اتجهنا اتجاه آخر. هذه من مسؤولية مثل وزارة التجارة ومن والاستثمار، يعني مسؤولية لها دور. أنا وجهة نظري بأن هذه المكاتب يفترض
يعني أنها يعني ليس لها علاقة في وجهة نظري في تحفيز. إذا كنا الآن إحنا نتكلم عن قدرة هذه المكاتب في جذب استثمارات من الخارج، هذه بالدرجة الأولى، للحقيقة معامل الاستثمار تخصصها الرئيسي هي العمل الاستثمار تخصصها هي في الاستثمارات الأجنبية بالدرجة الأولى. لما نتكلم على أن التوسيع في التوسع في هذا العمل والدخول في معترك نشاط مثلا وزارة التجارة والاستثمار في تحفيز أو الهيئة العامة والهيئة المؤسسة حديثا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذه لها جهة خاصة فيها هي تتولى عملية تنظيمها وعملية تحفيزها، ولكن في نفس الوقت وجهة نظري إلزام مواضيع كثيرة بهذه المكاتب سيضعفها. نعم أستاذ عبد الله الفوزان المستشار الاقتصادي، شكرا جزيلا لك وأشكر تواجدك. يا أهلا وسهلا.